مساء الخير لكل اللي عم يتابعونا من خلال قناة الفجيرة، ومساء الخير للجمهور الموجود معنا بالفجيرة مول، وإلك زميلي أمجد بحلقة جديدة من برنامج ضربة حظ. كمان في عنا تحديات جديدة لليوم، ومثل ما عودنا الكل دائما كل يوم مجموعة من الجوائز القيمة. مساء الخير. مساء الخير نوار، ومساء الخير لمشاهدينا ومتابعين برنامج ضربة حظ، وأيضا تحية للجمهور الكريم المتواجد معنا في الفجيرة مول. بدي أسمع تحية لكم على تواجدكم معنا بالبرنامج، واكيد لهذا البرنامج مع تحدياتنا ومسابقاتنا إلنا رعاة وداعمين لهذا البرنامج. اكيد امجد، في مجموعه من الرعاة والجهات اللي بتدعم وبتقدم الهدايا، اولها العربيه للعود، كرجي للعطور، مسك الامارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، ومين كمان؟ وايضا معنا مطعم اوليريز وكفاله للعطور والسيدات، ومعنا ريفولي وفان بلوك للاطفال، وبراند فورليس، ومعنا تيلي لينك وعبد الصمد القرشي ودكتور نيوترشن والطاير للسيارات من فورد بالتعاون مع الفجيرة مول. نسمع تحية لداعمين برنامج ضربة حظ. طبعا أمجد رح نبدأ أولى فقرتنا لليوم، فقرة شرق وغرب. إلنا كم يوم عم نختار صورة تكون موجودة على الشاشة ونطلب من الأطفال يركبوا قطع من الصورة، لكن اليوم رح تكون الصورة موجودة على الشاشة غير واضحة، وكل المطلوب من الجمهور الموجود معنا بالفجيرة مول يحاول يعرف مين صاحب الصورة من خلال المعلومة اللي أنا وأمجد رح نطرحها. أكيد. أولى الصور اللي ظاهرة معنا على الشاشة، أمجد شو رأيك تخبرنا المعلومة؟ يلا خلينا نشوف الصورة الأولى، خليني أقرأها للجمهور، بدنا تركيز. أول شيء جاهزين؟ كل عام وأنتم ورمضان، يا سلام. جاهزين جمهورنا، جاهز بالفجيرة مول. خلينا نبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى بتحكي من أجمل الطيور ذات الحجم الصغير المنتشرة في مختلف القارات، يتميز بصوته العذب الجميل وتغريده بشكل مستمر، واحتواء ريشه على عدد من الألوان التي تميزه عن غيره. في مقدمة وجهه لونها أحمر قرمزي مع امتداد الألوان الأبيض والأسود والأصفر والبني على باقي جسمه. يا ترى ما هو هذا الطائر؟ يلا يا أمجد، بما أنك أنت خبرتنا المعلومة، أنت كمان اختار حدا من المشاركين يخبرنا شو اسم هذا الطائر. اللي بيعرف الطائر الجواب يرفع إيده. ها، من الأولاد اللي الجواب؟ ما شاركونا من تعرفوا قبل، تعرفوا الجواب؟ الجواب أبو التيشيرت البرتقالي. أول مرة بده يشارك معنا أعتقد أبو التيشيرت البرتقالي. أبو التيشيرت البرتقالي، لا التيشيرت البرتقالي، خلينا ناخذ أبو التيشيرت. اللي بيشاركوا معنا يوميا أكيد راح يشاركوا طيلة شهر رمضان إن شاء الله. أهلا، خبرنا شو اسمك ومن وين أنت؟ عبد الله من فلسطين. أهلا وسهلا عبد الله، قل لي قدرت تعرف شو في بالصورة؟ شو؟ طائر الحسون. صح هيو، الف مبروك هيو. وين حجر النرد؟ يلا صح، مثل ما عم نشوف الصوره فيها طائر الحسون. عبد الله شيل نرد، واحد شيل نرد منهم. الأحمر. يلا اوكي ارمي يلا النرد، خلينا نشوف شو الهديه اللي رح تربحها. ورقم أربعة. أربعة. جائزه رقم أربعة. الف مبروك عبد الله، بيربح معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. مبروك عبد الله، شكرا. هيو أعطينا المعلومة الثانية نوار وننتقل إلها. تمام يلا. بدأت تظهر الصورة على الشاشة، وهالصورة بتحمل معلومة بتقول رياضة تعتمد على التصويب إلى الهدف، وتشمل عدة أنواع منها البندقية والأطباق والمسدس، ويتم فيها جميعا استخدام أسلحة وذخائر. شو اسم هاي الرياضة؟ شو اسم هاي الرياضة؟ أطفال حلوين، يلا تعال 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 بسرعة 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 بسرعة. وقف هون، خبرني شو اسمك ومن وين انت؟ عبد الله. كمان عبد الله، طب من وين؟ اردن. اهلا وسهلا هيو فيك عبد الله، يستاهل. قدرت تعرف شو اسم هاي الرياضه؟ القنص. القنص؟ طب فكر شويه، يعني قريبه منها الرمايه. شو رايكم جمهور؟ عبد الله اكيد صح. صح يلا ارمي، يلا يا عبد الله حجر النرد. لا ارمي الازرق، ارمي خلينا الأزرق. نجرب بالازرق نشوف حظ الازرق شو. عبد الله يا عبد الله يلا. رقم أربعة. جائزة رقم أربعة. ألف مبروك عبد الله، بيربح معنا قسيمة شرائية مقدمة من الفجيرة مول. تفضل، شكرا. يلا حيو لعبد الله، أسمع تحية.
اوكي امجد خبرنا الصورة الثالثة شو بتحمل معلومة وانا رح اختار هالمرة. مبين سهل الصورة اكيد في حماس. خبرنا شو المعلومة. طبعا هو بالون كبير الحجم. خل اسمع 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 السؤال بالاول. نسمع السؤال بالاول. نسمع السؤال يلا. بالون كبير الحجم اوكي متصل باسفله بسلة لنقل الناس او البضائع. يعتمد مستوى ارتفاعه على مدى درجة تسخين الهواء الذي يقوم بدفعه إلى الأعلى. أمجد أنا رح أختار حدا من الأشخاص اللي كانوا معي بريمبو واليوم بيشاركونا. بدي البنت اللي لابسة جينز وزهر. طيب بسرعة بسرعة. تعرفين أنت عن حالك ولا أقول لهم أنا مين أنت؟ شو؟ أنا اسمي نورة. نور من وين؟ فلسطين. أهلا وسهلا فيك. خبريني عرفتي شو الصورة؟ شو؟ من طاد. شو يا جمهور؟ أكيد صح ولا غلط؟ صح صح. أيوه مبروك نور. ارمي النار يلا. رقم رقم 2 وجائزة رقم 2. ألف مبروك يا نور تربحي معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا لك. من هون تعالي من هون مشان تسجلي اسمك. شكرا. أوكي يعني كل الأطفال ربحوا أكيد يا أمجد. رح ننتقل للفقرة الثانية فقرة هو وهي. بس بالأول شو راح نطلع بريك وراجعين. وراجعين أهلا لكم مشاهدينا من جديد في برنامج ضربة حظ والتحديات والمسابقات هنا بس بالفجيرة مول. معي أنا ونوار. قبل ما نبدأ بفقرة هو وهي عندنا لعبة يا نوار. شو هي؟ لعبة الكراسي أمجد. رح نلعب الأطفال ونشوف مين من الأطفال رح يكون كتير شاطر وكتير سريع وكتير مركز مع أمجد. لهيك نحن عنا 6 كراسي. أمجد لازم تختار 7 أطفال. يلا يلا بدنا نبلش. ما حدا يجينا رح نختار بالعدد. تمام تا انت. ايوه ايوه اوكي. واحد 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 اوكي. واللي لابسه كنزه حمراء تعي اللي رفع اصبعتها تعي. هي 2 لا اللي اوكي تعال يلا 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 تعال 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 يلا. هي 2 3 بدنا 4 اوكي اوكي. هي صار معنا 4 4 4 4 4 4 5 تعالي. اللي لابسه كنزه عنابيه تعي. هاي صار معنا 4 5 6 بقي لنا واحدة. أوكي يلا يلا آخر واحدة خلاص آخر واحدة يلا بس بس خلاص. 7 7 7 7 اخترناهم اخترناهم. كل واحد يوقف على كرسي كل واحد يوقف على كرسي كل واحد يوقف على كرسي كل واحد يوقف على كرسي. يلا 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 أسرع يلا. تعي جاهزين؟ لما تبلش الموسيقى بدنا ندور. طيب لما توقف الموسيقى وبدي أحكي ستوب كل واحد بده يقعد على كرسي. تمام كم وصلنا هلا؟ 1 2 3 اوكي يلا 7 تمام 7 امجد يلا صار فيكم يلا تبداوا. جاهز كنترول 1 2 3 ميوزك. اسرع اسرع اسرع. وين 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 وين؟ نتأسف طبعا وحظ أوفر. إن شاء الله بتشاركينا بفقرة تانية. يلا بنقص كرسي نقص كرسي نقصنا كرسي. يلا 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 ستاند باي ميوزك. حماس جمهور حماس. حيوهم. يلا يلا أسرع 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 أسرع. ها ها ستوب. متأسف منك طبعا وحظ أوفر. إن شاء الله بتشاركينا بتربحي معنا بعدين. يلا بنقص كرسي. يلا هات الكرسي هاتي. يلا يلا جاهزين؟ يلا ستاند باي ميوزك. ها ها ها. اسرع 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 اسرع. اركضوا اسرع اركضوا اسرع اسرع.
ستوب. في كرسي فاضي. نعتذر منك، نعتذر منك. يلا بنقص كرسي. يلا لازم تركضوا أسرع، ما بينفع تركضوا شوي شوي صح؟ يلا يلا يا أمجد. يلا 1 2 3 ميوزك. حيوهم يا جمهور، حيوهم 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 حيوهم. ستوب. ها بنتأسف منك، حظ أوفر إن شاء الله. يلا بنقص كرسي. يلا كرسيين، يلا ثلاث لاعبين. يلا مين راح يفوز بهالفقرة؟ ستاند باي ميوزك. يلا أمجد كمان داخلين حرب شو. يلا الله، يلا أسرع يلا. أسرع، لا ما وقفنا، ما وقفنا، وقفنا ما وقفنا. ستوب. حظ أوفر، حظ أوفر. نعتذر منك، إن شاء الله بتربحي معنا كرسي واحد. يلا 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 ميوزك، أعطونا ميوزك. يلا يلا أسرع أسرع، ما راح يشوف. أسرع أسرع. فاي فوق. ستوب. أوه والفائز معنا. حيو حيو. صراحة أمجد هو أصلاً داخل من أول اللعبة هو حاطط بباله راح يفوز ومش شايف حدا. بدنا نتعرف على نوار. أوكي يلا. خبرني شو اسمك ومن وين أنت؟ حمادة. شو؟ حمادة. صوت أعلى. حمادة. من وين؟ من الأردن. من وين؟ من الأردن. من الأردن. حيو حيو بيستاهل. حيو يلا حمادة ارمي يلا حجر النرد. رقم 6 وأعلى رقم بالنرد. حمادة خليك هون لحتى أجيب لك الهدية. مبروك حمادة، بتربح معنا قسيمة مشتريات مقدمة من الفجيرة مول. تفضل. شكرا. هون. اوكي يا أمجد، هلا وصلنا للجزء اللي ما رح احكي انا دائما بربح فيه، بس انا دائما بربح فيه. والله شو رايكم انتو؟ تابعوا معنا. اوكي، هو وهي رح نختار شاب وصبية، نسأل الشاب أسئلة بتخص الصبايا والصبية أسئلة بتخص الشباب يا أمجد. مين من الجمهور بحب يشاركنا؟ شباب؟ شباب وصبايا. شباب وصبايا. شباب وصبايا، بدنا شاب وبدنا صبية. شباب وصبايا. ركان وبديع، إذا فيكن بتتركوا الكاميرات وبتشرفوا، أهلا وسهلا عادي. مين بحب يشاركنا؟ تفضلوا. بدنا أشخاص جداد نوار شوي. ها مين من الجداد؟ ما في؟ ها؟ هلا المدام كانت رافعة إيدها. تفضل معنا، تفضل. وين المدام؟ وين المدام طيب؟ ما في مدام؟ طب أهلا وسهلا، هاي معنا متسابق من أوكي. أوكي. شكرا لك امجد، امنت لي فريق. اوكي الصبيه وين؟ وين الصبايا؟ صبايا وين؟ تفضلي تفضلي تفضل. اوكي تعرفنا عن حالك، شو اسمك ومن وين؟ محمد عبد السلام من مصر. اهلا وسهلا فيك. امجد عليكي؟ عرفنا عن المدام هدى من مصر. هدى من مصر، حيوهم اول شيء اسمع تحيه. عارفين نظام اللعبه؟ عارفين رح يكون عندكم ثلاث أسئلة، كل سؤال في معكم 15 ثانية لحتى تجاوب. أوكي أمجد رح نبدأ من عندي. السؤال الأول بيقول يلا. شو وظيفة المنقاش في الطبخ؟ المنقاش في الطبخ هو بخص القعك، الكعك المنقاش. صح صح؟ إيه صح، نقش وتهذيب حواف العجين قبل خبزه. تمام. شو وظيفة الطبشور في الخياطة؟ بيعلم على القماش عشان يتخيط مكانه بالضبط. والنبي صح. تحية تحية استفتحية حلوة. أوكي عنا، لشو يستخدم مقص التشذيب في الخياطة؟ مقص التشذيب في الخياطة لقص القطع القماش. صح أمجد، صرعنا نقطتين صح. طيب شو وظيفة سكاكين المعجون في الدهان؟ عشان تفرد المعجون على الحيط، فرد المعجون على الحيطان ويتنعم عامل حيطان. والله انا ما فرد المعجون على الحائط يعني ممكن. وتنعيمها 3 2. انا اعتبرها صح؟ صح صح صح. اوكي يعني صار عندك انت نقطتين صح وانا عندي نقطتين صح، تعادل. هلا أوكي. السؤال الفاصل، السؤال الاخير بيقول شو وظيفة الكونسيلر الاحمر بالمكياج؟ الكونسيلر الاحمر بالمكياج مش شايف انا.
للتحديد تحديد الحواجب. شفتي المعلومات عن الكونسيلر؟ آخر سؤال عندنا نوار. الجواب يا أمجد لإخفاء الهالات السوداء تحت العيون عندك. يلا شو وظيفة العتلة في الزراعة؟ لتقليب الأرض. ازاي يعني اشرحي العملية؟ لتقليب الأرض عشان يتحط الحبوب فور ثري. أيوة هي العملية. هلا انتهى الوقت. للأسف هي تستخدم في عملية الحفر وإزالة الحجارة واختلاء النباتات من جذورها مش وضع الحبوب. بس مو مشكلة أمجد، يعني انتوا انتهيتوا على تعادل. ألف مبروك. مدام تفضلي ارمي النار. رقم ثلاثة وحضرتك ارمي النار. وين حماس الجمهور؟ حيوهم. هدايا رقم ثلاثة، هديتين بدنا. شكرا. مدام تربحي معنا قسيمة مقدمة من مسك الإمارات، تفضلي. وحضرتك قسيمة نقدية كمان مقدمة من مسك الإمارات، شكرا. حيوهم. تفضلوا بس من هون لحتى تسجلوا أسماءكم. تمام. راح نبلش نختار كمان. أوكي. بدنا حماس أكثر. يلا بدنا وين الصبايا وين الشباب يشاركونا؟ شاب وصبية لحتى يشاركونا. الجمهور اللي امامنا، الجمهور اللي امامنا، نشارك. اهلا وسهلا، نشارك. تعال خلينا نشوف المعلومات، شو رايكم؟ اهلا وسهلا، تفضلوا. ها اوكي، مين بحب يشارك؟ مين بحب يشارك؟ تفضل. اوكي اخترتي الشاب، تفضلي. اهلا وسهلا. تعرفنا عن حالك، الاسم من وين؟ ياسين من مصر. أهلا وسهلا فيك. أمجد تعرفنا عن مدام؟ بتعرف عليك؟ سميرة. سميرة حيوهم، أسمع تحية. أوكي يا أمجد، معكم ثلاث أسئلة، كل سؤال 15 ثانية. رح نبدأ من عندي. السؤال الأول بيقول شو وظيفة الطبشور بالخياطة؟ الطبشور بالخياطة؟ تعليم مكان القطرة والقص. صح، أنا نقطة يا أمجد. كم حكم في كرة الطائرة؟ ثلاثة أربعة. انتهى الوقت أمجد. سبع حكام. أوكي عنا، لشو يستخدم صمغ القماش في التطريز؟ صمغ القماش؟ صمغ القماش؟ صبغ ولا صمغ؟ لا أدري. هدي معنا وقتي أمجد. 5 4 3 2 1. أوكي، الجواب للحفاظ على الغرز ومنعها من التلف بعد تعرض القطعة للغسيل. عندك يا أمجد. السؤال بيحكي شو يعني التجعيد في الحدادة؟ شو يعني التجعيد في الحدادة؟ برد المعادن. المعدن التبريد مش ببرد. 2 1. انتهى الوقت. هو تقصير المعدن وجعله أصغر في الحجم مما كان في الأصل. أوكي نحن عنا نقطة لحد هلأ ولسه عنا سؤال. السؤال الأخير بيقول البلاشر وين يستخدم بالمكياج؟ ليش؟ البلاشر؟ مثل المسكرة تقريبا؟ لا. إزالة طيب بالعيوب المكياج؟ لا. طيب 2 1. معنا البلاشر. طيب اوكي يوضع على الخدود. هلا نحن عنا نقطه، انتم هلا سؤالكم الاخير هو السؤال الفاصل، يا بيربح ياسين يا بيتعادلوا. شو وظيفه يا نوار؟ وظيفه المنقره في النجاره. وظيفه المنقره في النجاره وابتدى العد. المنقره للخشب. 3 2 1. انتهى الوقت. هيوة تستخدم لوضع علامة على الخشب وتحديد نقطة معينة. والفائز يا ريت تتفضل تكمل. مين الفائز؟ مين الفائز؟ فريق نوار. حيوهم طبعاً. حيوهم. ياسين حظ أوفر إن شاء الله. حظ أوفر. ارمي النرد الأحمر. ها رقم 5.
مبروك تربح معنا هدية مقدمة من عبد الصمد القرشي. شكرا. بتروح عند الأستاذ علي مشان تسجل اسمك. ها يلا طلع 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 بريك طلع بريك أنا ربحان. راح نكمل تحدياتنا أنا ونوار ولكن بعد البريك. من جديد مشاهدينا وجماهيرنا بالفجيرة مول لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. للأسف أمجد وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا وفقرة الأمثال، وكمان في قصة نحن بنعملها. أكيد يعني فقرة الأمثال هي من أجمل الفقرات في برامج ضربة حظ، وهون بيتميز المتسابق أو المشارك بقوة معلوماته يا نوار، وبدنا نشوف مين أم الأمثال أو أبو الأمثال اليوم معنا. تمام أمجد، بس لازم نذكر الجمهور اللي بيحبوا يشاركونا أنه رح نعطيهم 5 أمثال لكل مثل 5 ثواني لحتى يشاركونا، وعلى الأقل لازم تكون 3 إجابات صحيحة أو 3 أمثال تكون صحيحة. أكيد. نحن رح نعطيكم الجزء الأول من المثل وأنتوا تكملوا. أمجد مين ممكن يشاركنا؟ مين ممكن يشارك؟ ها 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 نبلش. بسم الله بسم الله، يلا نختار بنات أول شيء بعدين شباب ننوع، شو رأيك؟ هلا أوكي تمام يلا اختار انت. يلا بتشرف معنا الصبية، أهلا وسهلا. ممكن نطلب مساعدتها؟ أوكي أهلا وسهلا. 5 ثواني لكل مثل، لازم نجاوب أسرع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، خبرينا شو اسمك ومن وين؟ هلا من فلسطين. أهلا وسهلا فيكي هلا. طيب رح نعطيكي 5 أمثال كل مثل 5 ثواني ولازم تشاركين على 3 على الأقل. ممكن تقربي شوي؟ شكرا لك. أوكي أمجد رح أبدأ معي. المثل الأول بيقول يا جبل ما يهز ذكري. صح عندك أمجد. 7 صنايع بالبخت ضايع. يا سلام. من أمنك لا تخون ولو كنت خوان. صح عندك يا أمجد. بديك تعلي صوتك بالجواب مشان الكنترول يحسب. اسأل مجرب ما تسأل حكيم. صح. صحيح. وجع ساعة ولا وجع كل ساعة. صح ألف حيوها. يا سلام تحية. يا أمجد. لا هلا أم الأمثال. أم الأمثال وصلت لنا. تفضل ارمي النرد. مين بحب يرمي؟ أنتِ؟ شو اسمك أنتِ؟ جود. شو؟ جود. جود جود صح؟ وأنت مجد. برافو علي. ها 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 وين حجر النرد يا جود؟ سلام. رقم 2. هدية رقم 2 قسيمة نقدية مقدمة من نسيم كافيه. شكرا لك هلا. تفضلوا من هون سجلي اسمك. اوكي ايوها اسمع تحية. هالمرة انا اللي رح اختار. اوكي مين بحب يشاركنا؟ تفضل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. عرفنا عن حالك، الاسم من وين؟ محمود خلف من مصر. اهلا وسهلا فيك امجد. ابلش من عندي؟ يلا يلا. بيحكي المثل الاول العين ما بتعلى. العين ما بتعلى فوق الحاجة. يا سلام. صح. اللي بيتزوج امي عمي. صح عندك يا امجد. معك قرش تسوى تسوى قرش. يا سلام. صح. اوكي الاباء ياكلون الحصرم. ثاني الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. اللي ما بيشوف من الغربال بأعمى. يا سلام. حيو 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 حيو. حجر النرد خليك مرتاح، احنا عاملين سيرفس 7 ستار لا تخاف. اوكي يلا رقم 6. حيو حيو حيو. ألف مبروك تربح معنا قسيمة شرائية مقدمة من براندز فورليس. تفضل. شكرا. من هون. تفضل. حيو 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 بيستاهل التحية. بيستاهل بيستاهل. أوكي يا أمجد مين كمان رح يشاركنا؟ مين راح يشارك؟ مين بده يشارك؟ مين عنده خبرة بالأمثال؟ ها. ها. يلا اختار ها. أنت اليوم ها. أو هالمرة ها. بتشرف. أهلا وسهلا ما نردك. أهلا وسهلا الوجوه الجديدة. أهلا وسهلا دامك متحمس يعني. تفضل. اهلا وسهلا تفضل. تعرفنا عن حالك، الاسم من وين؟ طارق البكر من الاردن.
أهلا وسهلا فيك. خمس أمثال على الأقل تجاوب ثلاثة صح، أوكي؟ المثل الأول بيقول اللي بيطلع من تيابه بيبرد. صح عندك يا أمجد. الدم ما بيصير مي. الدم ما بيصير شو؟ الدم ما بيصير مي. يمكن عصير. لا ما مي. صح صح صح. أوكي أخطب لبنتك قبل لا تخطب لابنك. عندك يا أمجد. يا رايح يا رايح كثر الملايح. يا الله سلام سلام. أعمل خير وارمي في البحر. يا سلام حيو. عليك ألف مبروك. تحية حجر النرد. حجر النرد. النرد ما عليكم عندكم سيرفيس اليوم. ها رقم خمسة. واحد يا رقم أمجد. واحد ألف مبروك تربح معنا قسيمة مشتريات مقدمة من الفجيرة مول. تفضل. شكرا. تفضل من هون. تفضل من هون. حيو بيستاهل. أوكي يا أمجد لسه عنا متسابق واحد. في حدا من هاي الجهة بحب يشاركنا؟ الكبار. وين اللي شاطرين في الأمثال؟ وين؟ أوكي وين اللي شاطرين في الأمثال؟ تفضلي مدام. ها تفضل أمجد. اخترنا المدام. يلا تفضلي أوكي. مدام تعرفينا عن حالك؟ فاطمة من سوريا. عفواً لسه فاطمة من سوريا. أهلا وسهلا فيكي فاطمة. رح نبدأ بأول مثل بس بدي منك تعلي صوتك أوكي؟ الأول بيقول مثل السمك. 4 3 2 1 بس يطلع من البحر بيموت. أوكي عندك يا بيحكي عجل. المثل أبو البنات همه للبنات شايل همه للبنات. شايل أكتاف وحسنات. إن خليت خربت. صح أو بليت. عندك يا أمجد. اللي بياكل عدرسه ينفع نفسه. صح. صباح الخير يا جاري. أنت بحالك وأنا بحالك. صح. ألف مبروك تربح معنا ثلاث إجابات صحيحة. صح إيه تحسب. أوكي خلينا نشوف شو الرقم. رقم 6. قسيمة مشتريات مقدمة من كافالو الفجيرة مول. تفضلي. شكرا. هيوها تستاهل يا أمجد. وصلنا لضربة الحظ. رح نختار ثلاث متسابقين. هلأ يمكن راح كان في ولد صغير كان وين 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 اللي كان موجود هنا. وين؟ تفضلي تعالي. أهلا وسهلا. مين كمان ممكن نختار يا أمجد؟ اختار حدا. ها 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 بدنا بنات جداد. تعالي اللي مخططة. أيوة أنت لا اللي بختاره بنت. أيوة تعالي. واحد صار معنا اثنين وبدنا شاب. بدنا شاب. تعالي يلا. البرشلوني. أوكي إذا ما أنا واقف خبروني بالأول يلا. شو اسمك؟ كون شو اسمك؟ شمة. شو؟ شمة. شمة من وين؟ الإمارات. لو سهلة. وأنت؟ زهراء سوريا. وأنت؟ علي. من وين؟ علي. من وين؟ سوريا. علي من سوريا. يا سلام حيوهم. شمة. والنرد الثاني يا نوار. جيبي النرد الأزرق. رح ترمي الأزرق والأحمر سوا. لازم تجيبي رقمين مثل بعض أوكي لحتى تدخلي معنا السحب 10 كوبونات تربح السيارة. يلا فورد. يلا يلا أسرع. ارمي واحد. يلا ارمي. راح تدخل معنا السحب ولا لا؟ رقم 5 و4. جربي ما كمان مرة. أسرع أسرع. يلا كمان مرة. روحي كمان مرة. الاثنين الحجرين كمان هذا الثاني الاثنين لازم جيب الأحمر ارمي. كمان وارميهم سوا. تعال ارميهم هون قريب. هون قريب أحسن. يلا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. 2 و1. آخر محاولة. يلا بس أسرع. آخر محاولة. شمة كمان مرة ارميهم. هل ممكن تدخل معنا السحب ولا لا بآخر محاولة؟ إن شاء الله إيه. خلينا نشوف إذا رح تقدر تجيب رقمين. للأسف شمة. شكرا إلك. شكرا. حظ أوفر. حيوها لشمة. حيوها زهراء. صح. يلا دورك. يلا دورك. أربع. 1 و3. كمان مرة. كمان مرة على السريع. ها 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 4 و3. آخر محاولة. كمان مرة زهراء. آخر مرة.
ثلاثة ها واحد ثلاثة وواحد حظ أوفر. شكرا زهرة. شكرا. يلا دورك. لا تستعجل يلا شوي شوي اربي. واحد لا لازم اثنين لا 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 احملهم سوا وارميهم. لازم اثنين مع بعض. أيوة أنا شاك إنك راح تدخل السحب. ها أوه أربعة وخمسة. أربعة وخمسة مو مشكلة أمجد لسه عنده محاولتين. بتصيب إن شاء الله وما بتخيب. بتصيب وما بتخيب. بتصيب وما بتخيب. حيو ألف مبروك. أربعة وأربعة. شو اسمك؟ استنى أمجد شو اسمك؟ علي. علي ألف مبروك علي. بيربح معنا 10 كوبونات ليدخل السحب على هون هون. تعال علي على شو؟ شال الكاميرا تاخدك. ألف مبروك علي 10 كوبونات ليدخل السحب على سيارة فورد. تفضل. شكرا. هيو طلعنا متسابق وانا كنت شاكك فيه الحمد لله. الف مبروك لعلي والف مبروك لكل اللي ربحوا معنا كمان خلال الحلقه. للاسف امجد وصلنا للنهايه ورح تخلص حلقتنا لليوم. اكيد مشاهدينا وجماهير قناه الفجيره استنونا بكره بنفس الموعد. اي ساعه؟ من الساعه 10 الى الساعه 10:45 دقيقه هون بس بالفجيره مول معي انا ونوار ببرنامج ضربه حظ، برنامج المسابقات والتحديات. بتشرفوا واهلا وسهلا. وصار فينا نقول يا نوار باي باي, باي.